لو هتحسبها لا في لعبة تانية تقدر تشتغل بشكل كبير. ممكن نصر ماهر يشتغل مكان كان في القاهرة. مكان زيزو. لو الماتش ده كان في القاهرة، ما هو لعب في القاهرة. لو في القاهرة لو كان الماتش بقى في ماتش تاني في القاهرة يعني، لا لو انت محتاج الماتش طبعا مفيش فيها كلام، لازم يكون موجود. يعني لو انت محتاج المباراة بنسبة 100% اعتقد ان انت يعني حاليا حاليا لا يعني تأجل. يعني انت مع فوز انك ممكن كنت تأجل الماتش اللي بعده التأهل مثلا؟ مش هأجل، ما هو مش صلاح، مش صلاح يعني. ايوه صلاح طبعا من افضل اللعيبه في العالم، لكن انا اللعيبه اللي موجوده لازم تكون واثق فيها، لعيبه كبيره جدا، لعيبه كويسه جدا كلها. يعني مثلا ناصر ماهر لو لعب مكان زيزو وزيزو راح مكان صلاح فطبيعي الدنيا هتبقى كويسه برده، ما فيش مش هيبقى فيه مشاكل كبيره قوي فنيا. لكن اسم صلاح هو اللي هيبقى عليه العامل الكبير، الناس كلها هتبص لاسم صلاح. لكن فنيا انا شايف في الملعب لو ناصر ماهر اشتغل مكان زيزو جوه في القلب وزيزو راح على الجناح اليمين اعتقد الدنيا في الملعب الماتش هيبقى بالنسبه لموريتانيا بنفس الشكل زي ما كان هنا. خلي بالك موريتانيا عندها فرصه يعني طبعا هتبقى اصعب يعني على ارضه هيبقى اصعب، لكن انت هيبقى في مساحات بتفتح لك انت الحته اللي قدام بتاعتنا، يبقى هجمات المرتده بتاعتنا هتكون فيها سهوله شويه عن هنا، لان هم كلهم كانوا بيدافعوا بشكل كبير جدا جدا. يعني يمكن 75% استحواذ للمنتخب المصري، وكانوا مقفلين بشكل هم عايزين ياخدوا بونت او يتعادلوا في مصر يعني. لكن هناك طبعا هيشتغل على ان هو عايز يبادر، ان هو عايز يكسب، عايز ياخد 3 بونت من المباراه يعني. لكن هتكون ان شاء الله باذن الله يعني في الهجمات المرتده سهله لينا شويه عن هنا. لكن هناك هم هيشتغلوا عايزين يجيبوا هدف، فهيسعى فيفضل لك مساحات، فدي هتبقى مميزه لينا يعني. في ملعب زي اللي احنا بنتكلم عليه كابتن احمد ده الهجمات المرتده مش هتبقى بنفس الشكل لما يبقى على نجيل طبيعي يعني، انت تنفيذك ليها هيبقى صعب. لا انا بتكلم عن المساحات ان هو هيروح يا كابتن فاروق يعني، هو مش سيبك من النجيله دلوقتي، النجيله صناعي او بتساعد يا كابتن. انا بتكلم هو عايز يجيب عشان تنفذ، مش انا اللي انت انت لا انت تنفذ الهجمه المرتده بتاعتك، انا بتكلم على تنفيذ هجمتك المرتده. اللاعب المصري يا كابتن فاروق بيلعبوا على نجيل صناعي وبيلعبوا في كل حته، لو ما فيش نجيل اصلا هيلعبوا. فافريقيا نفسها احنا كنا بتيجي تسافر افريقيا ما انت عارف فكلها كانت يا نجيل صناعي يا اما ما فيش نجيله نفسها بيبقى فيها حفر والدنيا صعبه جدا جدا طبعا مغطيك لا. فاللعيبه المصريه بتقدر تشتغل فبتتاقلم في اي وقت، وانت كمان رايح وانت مطمن شويه انت اول مجموعه وانت كمان هو الخوف بس ان انت يعني ايه منتخب موريتانيا يعني ياجل التاهل ده، هو ده بس الخوف يعني. هنعتبر ان صلاح مصاب يعني، لا انا مش بتكلم على صلاح، ده انت تشتغل من انا مش بتكلم على صلاح يعني، بقى انا بتكلم على قوه مباراه واراده فوز موجوده عند منتخب موريتانيا ان هو مرشح برضه انه يعني يتاهل. طب هو الماتش هناك مش هيبقى سهل زي ما كان هنا، لان الناس فاكره ان هو سهل برضه. لا من هناك مش هيبقى سهل، هناك خارج ارضك غير داخل ارضك برضه. هنا ما كانش سهل، لا انا بتكلم على انك انت الاستحواذ حوالي 75% وانت بتهاجم على هناك مش هيبقى كده. ايوه طبعا هو هيبقى هناك مبادر في الحته الهجوميه، عايز يجيب جول، عايز دايما يبقى فيه هجمات، مش هيستناك، مش هيفضل واقف زي ما كان هنا، هتبقى فيها مشكله بالنسبه لنا. لكن انت عشان كده بقول لك انا استغل الحته المساحات اللي هم هيخرجوا منها، لا تقدر تشتغل وتقدر تكسب هناك كمان يعني. بمرموش وتريزيجيه طبعا الفرقه انا بعتبرها كامله عادي يعني. لو ناصر ماهر لعب عادي الدنيا تمام. مين مكان مصطفى محمد طيب؟ ما مرموش فيرود خلاص، فيرود ناصر ماهر تحت الفيرود او يعني قدام الديفندرين، وزيزو هيروح ناحيه اليمين المكان الطبيعي بتاعه. هل ممكن محمد عبد المنعم يبقى خالد صبحي مكان موجود مكانه او بيكهام كابتن فوزي؟ اعتقد ان عبد المنعم النهارده اتمرن وقال يعني انه جاهز. لازم تخاف انا شايف يعني انت لو قادر لو قادر ما تبتديش بيه، لا ما تبتديش بيه، انما لو شايف ان في اهميه لوجوده ده طبعا شيء مهم جدا وهو سليم 100% لا لازم ابتدي بيه، خاصه المباراه كانت اصابه ايه خلفيه حاجه تقريبا في الخلفيه يعني دي خلفيه بتبقى بص ما تضمنش. انا شايف ان الاحسن والاصح عادي موجود رامي ربيعه، موجود خالد صبحي، فيعني اعتقد عملها قبل كده مش هتفرق برضه. وحمدي فتحي بص لا عملها مع حمدي، هو لو هيلعب ب 3 4 3 زي ما بيلعب بحمدي فتحي تحت يبقى مش هتفرق قوي محمد عبد المنعم. تمام يعني ممكن نغير طريقه خالص. خلي بالك لما ساعات كتير جدا كابتن لما لعب حمدي فتحي وكان حجازي موجود وقعد وكانت سبب مشكله طيب. من المشاكل لا حمدي فتحي بينزل يعمل ايه؟ بيلعب في نص الملعب، ولما الكره تبقى مع الخصم بينزل بيلعب بثلاثه بالعرض و 3 4 3 عادي بيعملها كويس قوي. اعتقد في عدم وجود صلاح يعملها اعتقد ان ده التشكيل اللي هيبقى امثل، ان حمدي فتحي هيبقى هو ورامي ربيعه وخالد صبحي لو محمد عبد المنعم مش هيبقى موجود، بحيث انه يحرر
زيزو ومرموش وتريزيجيه الثلاثي الامامي، وهيحط في النص بقى مروان عطيه وناصر ماهر وباك رايت وباك ليفت، وخلص الكلام عليك. ده وجهه نظري. ده ان هو هيعتمد على ايه؟ في ملعب نجيل صناعي هيعتمد انه يلعب كومباكت عنده، يقطع يلعب الكره المرسله من خلف امام، كور قطريه او كور طوليه مرسله لمرموش او لتريزيجيه على الناحيتين. هل شكل منتخبنا فرق دلوقتي؟ شكله مختلف عن ما ابتدى معاه كابتن حسام حسن في الامور الفنيه كابتن فوزي، ولا زي ما احنا ما يعني ما اتغيرناش كتير؟ يعني ما اقدرش احكم على مدير فني المنتخب الا بعد 7 8 ماتشات. بص انا مش بحكم بس على مدير فني، انا بتكلم على شكل المنتخب. هفكرك بحاجه يا كابتن فاروق. مستر فيتوريا لما جه غير طريقه لعب المنتخب بعد كيروش وكوبر. بعد ما كنا بندافع ورمي لصلاح، اعتقد دي فتره قعدت مع مصر 3-4 سنين، فيتوريا حط الكره على الارض وابتدى يطلع بالكره من تحت، ومصر كلها قالت الله رجعنا للكره الجميله. في ماتشين بس. طب اسمعني بس. في ماتشين مع اول اختبار حقيقي. لا مش ماتشين والله، حوالي 6 7 ماتشات. مع اول اختبار حقيقي في بطوله مجمعه.